السيشن دي احنا هنتكلم فيها شويه كده على الفاكسينز وعلى المشاكل اللي بتقابلنا في الفاكسينز. طبعا معانا دكتور خالد، واحد من المايسترز واللي هيبي فاكسينيتورز في مصر. شكرا دكتور محمد، تسلم. كنا عايزين ناخد رايك كده، انت ازاي بتقنع البيرنتس لما بيجوا لك في فكره ان الفاكسين ده حاجه مهمه، ان حاجه المفروض يطعموها؟ يعني انت الابروش بيبقى ازاي وبتتكلم معاهم ازاي؟ أولا مساء الخير جميعا، شكرا جزيلا دكتور أحمد على دعوة النهاردة، يعني شرف ليا، وشكر الدكتور محمد عمر دكتور خليل على المجهود اللي باين النهاردة لتنظيم يوم جميل بصراحة. طيب يعني هو يمكن النقطة الأولانية بدأ من قناعتي الشخصية، يعني أنا I'm believing in the vaccination ومدى أهمية الفاكسين بالنسبة للبيشنت. أول بوينت يعني هو مهم طالما أنا believing in الفكرة دي إن ده يبقى واصل للعيان بتاعي، يعني البليف ده يوصل للعيان بتاعي. البرسويشن ده بيجي من اول رد فعلي اول ما بتسال السؤال، وطريقتي وانا برد على السؤال، وطول صوتي وانا برد على السؤال، ان انا قد ايه مقتنع بالفكره. والبوينت اللي بتيجي بعد كده ان انا عندي استعداد ان احنا نفتح ديسكشن في الموضوع ده ونتناقش فيه. يعني هو البيشنت لازم يكون فاهم انا ليه انسيستنج على ان احنا هنطعم، يعني القصه الحقيقه ان احنا هناخد التطعيم، تمام؟ ليه؟ لو عايز نتناقش في اهميته احنا نتكلم في اهميه التطعيم. لو انت معترضه على الفكره، عشان احيانا بنقابل ناس بتجيب الافكار دي، الاعراض الجانبيه بتاعت الطعامات، ان هي مش حابه الطعام عشان تسمع عن الاوتيزم، او ان هي اولادها اللي قبل كده ما كانوش تعبوا برغم مش ماخدوش التطعيم، او ولد ابنها الكبير خد كل الطعامات وقلبه مدور وبيشرح كل شويه، بيبقى في بيبقى كمية ناس بتوع السبيشال عند كده عند السير بس بيبقى مهم ان احنا نمشي بعد شويه بقى للعيان، ان احنا نناقش نفس الشخص بتفرق كتير جدا. بعد كده على مانا كمان يمكن السويشن سويشن ده بيبقى يبين مدى من مدى المخلص ثاني ثانيه، او احنا اكل اكل نفسه بيبقى مدى من مدى المخلص بعد ما نشرب البطاطين، وغير ما نحس ان اي صوره اوضه في الموضوع كان عايم انا بعيد عن الطعام، مش فارق ازاي انا عايز الطعام بتاع هذا اللي عايز ابقى لازم برضه سبيشال بيتش فاهم النقطه دي. يعني احنا هنطلع اول بوينت العيان سيرفيس بس، لو انت عايزه تدي العياده لان احنا هنطلع في اي مكان انت عايزاه، بس انت تعمل التطعيم في الصحه بالصحه، التطعيم الفاكسيره بالفاكسيره، او لو انت عايزه تطعيم الصحه والتطعيم الفاكسيره موجود في العياده لو انت عايزه، تمام؟ بس انا بابوش يونت الطعام مش بابوش يونت الطعام هنا، وبحاول على قد ما نقدر نبقى مواصلين للعيان من غير ما نحس باي احراج فيها، ان الموضوع مش بيزنس بالنسبه لي، انا اللي همني تطعمي ابنك او بنتك بغض النظر. البرسويشن كمان ممكن يبقى في شويه بوينتس بتتعمل، يعني العياده فيها كارت للتطعيمات مكتوب فيه التطعيمات ومواعيد التطعيمات عشان العيان يبقى حاسس بمدى اهميه التطعيم بالنسبه للعياده. يمكن انا عندي تجربه كمان شخصيه، انا العياده بتاعتي فيها ابلكيشن العيان بيحجز عن طريق المواعيد بتاعته، الابلكيشن ده موجود عليه مواعيد الحجز بتاعت العياده، موجود عليه البريسكريبشنز بتاعت العيان، وموجود عليه السكادول بتاع الفاكسينيشن، بيبقى حاسب بالايدج بتاع ابنها حسب تاريخ ميلاده، وبيبقى محطوط في الابلكيشن ميعاد التطعيم بتاع كل جرعه. ويمكن كمان الانوفيشن بنحاول نعمله الفتره الجايه، ان الابلكيشن هيعمل بوش نوتيفيكيشن للام بميعاد الفاكسين لما يجي كل ميعاد تطعيم ليه، عشان ناكد عليها ان عندها تطعيم الفتره الجايه. بحس ان كل البوينتس دي ممكن توصل للعيان مدى اهميه الموضوع كل شويه اكتر. يعني كتير كتير دكتوره نظيره، ازاي حضرتك اخبارك؟ يعني في بوينت دكتور خالد قلتها مهمه قوي، اللي هي بتقول ودي بنسمعها كتير، طب ما اخواته ما طعموش وهم زي الفل. انا برد عليها بجمله بقول لها السيت بيلت بتاع العربيه، قلت لها في الحوادث مش كل الناس هتموت، بس اللي هيموت اللي مش رابط السيت بيلت. انت 100 مره ما ربطيهوش ما عملتيش حادثه، بس يونيد حادثه واحده، انت محتاج حادثه واحده بس، تمام؟ فدي طريقه تقدر تقول بيها، عشان لانه فعلا يقول له طب ما هو ما اخواته ما خدوش زي الفل، هو هيموت، بس مش كل العيال مش هتطعم هتموت، مش كل العيال مش هتطعم رجليها هتتقطع، لكن هو واحد، مين بقى ابني ولا ابن الجيران؟ بس شكرا دكتور خالد ان يو ريز ذا انسايتس، جميله جدا. خلينا نمشي بالعكس، ناخد الحاله الواحده اللي ممكن تخلي الناس تتغير، وخلي دكتوره ساره تكلمنا على الحاله اللي كانت عندهم بتاعت المينينجايتس، تبقى ريليتد للموضوع كده ونكمله. الحاله اللي كانت موجوده عندكم احكي لنا كده، كان ايه المشكله اللي فيهم؟ ادم ولد عنده 3 سنين ونص واهله يعني ويل ايديوكيتد، ادم عنده 3 سنين ونص واهله ويل ايديوكيتد، فكان ياخد تطعيماته كلها في الصحه، ما اخدش اي حاجه اكسترا.
سخن قبل ما يجي لنا بيومين، كان عادي الحراره بتاعته بتعلى وبتنزل مع خفض الحراره، بعدين قعد يوم كامل سخن، فالدكتور سحب له سي بي تي وسي ار بي ولقى السي ار بي 80 فاخد انتيبيوتيك. صحي تاني يوم الصبح الام بتقول ان هو مش مفوق ورقبته وجعاه، فعملت له كمادات ميه دافيه واديت له دش. بعدها البيبي يعني الولد فضل برضو الكونشس ليفل بتاعه متاثر كده. جات لنا بقى المستشفى، كلمت الدكتور بتاعها قال لها اطلعي على الطوارئ. كان الكلام ده الساعه 10 الصبح، هي جات لنا الساعه 3 العصر. اول ما دخل المستشفى بنقيس الحراره كانت معديه ال 41، فقلنا نركب كانيولا علشان ناخد بقى برفلجان او كده. دخل في ستيتس قعد يتشنج حوالي 30 دقيقه. طبعا اخذنا بقى دور ميكام وايبانوتين، دخلنا دخل الجلاس كوما بتاعه كان 8 فنتليتد، وقعد 4 ايام فنتليتد والحمد لله خرج يعني في الاخر. بس هو هي الام ما كانتش تعرف اصلا ان الموضوع ده ليه فاكسين، وطبعا عملنا سي اس اف وكده، وهو اتشخص بكتيريال من خرج في الجايت. سيكولي ولا خرج كويس؟ هو خارج بصراحه عنده سودو بالبر، لسه مش بيعرف يبلع كويس، والكلام لسه مش بينطق حاجه تقريبا، بس هو بيبقى فاهم كل حاجه وبيستخدم الواتساب يورينا، يعني هو فاهم كل اللي بنقوله له بس لسه مش بيعرف يتكلم كويس. على فكره دي قصه متكرره. انا مش قلقان على الطفل، بس انا قلقان على الدكتور اللي ما قالوش ان في تطعيم هذا المرض، لانه طبعا هتروح لمثلا حد شقي زي محمد سليم هيقول له الله الله هو دكتورك ما قالكش عليه، وبالتالي هيعمل له عليك حفله، الاهل هيعملوا عليك حفله، ويبقى يوم اسود يوم اسود لو ليهم حد في القضاء او النيابه الدكتور ما قاليش الطعم الحمى الشوكيه ولبستها. تمام، احمي نفسك. صدقني لما بقول طعم للعيان اولا وليك ثانيا عشان ما ايه ما تلخبطش. صار فرصه بقى اشكرك، لان كان عندي حاله منيله بعتها لك، كنت انت النبطشيه في رفايده، وجت قالت لي اول مره اقول لها الكلام ده. لا كنت في رفايده بتهيألي، ندى ولا رفايده؟ الندى، في الندى. وجت قالت لي دي دكتوره حلوه قوي وبتقول انها تعرفك. قلت لها اسمها ايه؟ قالت لي ساره موسى. قلت لها بس هي تعرفني لان انا عجوز قوي. حضرتك استاذنا. قلت لها ربنا يحفظك. قلت لها ما فيش حد ما يعرفنيش بسبب السينيورتي، بس ان انا عجوز مش انها يعني. بس عملت شغل معاها والبنت طالعه بتشكر الحقيقه، ففرصه اني اقول لك ثانك يو على المانجمنت، لانه يعني كانت بتتكلم عليكي كلام حلو قوي. ميرسي يا دكتور. شكرا نظيره. قول لنا كده ايه الحاجات اللي مثلا في العياده عند حضرتك بتحس ان هي فيري كومن كويشنز الناس بتيجي تسالها وريليتد للبيرسون؟ هو بصراحة في كذا سؤال دايما بيجوا بالذات في الوقت ده، في الوقت بتاع الكومن كولد والفلو، وكل العيال بقى بتبقى جاية عندها راينايتس وكاف، دايما يسألوا ده ميعاد التطعيم، أدي التطعيم دلوقتي ولا نستنى لما نخف؟ ويعني أنا دلوقتي أنا ما ببقاش حقيقي عارفة مين اللي أقوله ياخد ومين اللي أقوله لأ نبوستبون لما كل السيمتومز تروح. ده سؤال. في سؤال تاني برضو دايما القطة بتاعت البيت اللي مضايقة الناس، اللي متطعمة، اللي دايما بتخربش خربوش ما بيطلعش بلاد، وتيجي الأم تقول لنا نمشي خطوة خطوة. سؤال القطة دوت قلتي بس انا افتكرت في حد خربشته قطة في البيت، دكتور معانا كانت قطة مش كده؟ مش كده؟ طب ما تقول لنا دكتور غندور وجاوب لنا السؤال ده كده. بنلم قطة الشارع كلها. هو دايما السؤال بيبقى في المطعمه اللي الخربوش ما طلعش بلاد، هو ده اللي خلاص اللي من الشارع دي بيروحوا ياخدوا، انما هو دايما بتبقى هو بس في كده الحاجات دي ما فيش اوبشن، هو 100% فيتال لو في احتمال 0.001%، فما فيش. فاهم ازاي؟ وكل مره يعني انا بربي كلاب وعندي قطط، فانا كل مره من الطعم اكوردنج تو ذا سكيدول. فاهم ازاي؟ كانت مراتي معضوضة من شهر وأنا تعطيت من أسبوعين، يعني ده العادي، فإحنا كل مرة بناخد. إيه؟ في جنينة الحيوانات ولا ما أعرفش شمبانزي عض أني هامستر أني مامل، يعني لو عضك ويل وعش طعم ريبس يعني، لو عش، لكن لو عض رجلك فاني مامل ده بس الامفيسيس. وزي ما دكتور غندور قال زيرو ريسك، يعني they want to take the risk I don't take the risk. دكتور محمدي، دكتور محمدي يجاوب سؤال الريبس ده كده
نعمل ايه يا دكتور محمدي عشان السؤال ده فيري كومن الناس كلها بتسال عليه. اتفضل حضرتك. شوف حضرتك ايه بقى تمام تمام شوف حضرتك مع الريبز فاكسين بالذات زي ما قال الدكتور غندور كده احنا ما بنفصلش ما بنجادلش بناخد التطعيم تاني بالرغم ان الريكومنديشن اللي هي مصاحبه للبرودكت اللي موجود دلوقتي بتقول ان هو لو انت فولي فاكسينيتد وتعديت بعد سنه مثلا بتاخد 2 دوزز بس انما مع الريبس ما بنفصلش وما بنفكرش ما بنحاولش نقول وجهات نظر هو ياخد الفاكسين على اساس برضو حاجه من اتنين الديزيز فيتال ملوش اي يعني ما مش هيتردد الحاجه الثانيه ان الفاكسين فيري 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 سيف ملوش اي كونتر انديكيشن ملوش مينيمم ايج ملوش مينيمم انترفال الا السكيدول بتاعه فاحنا في الحاله دي بيقول ان انا اتخربشت اتعضيت متهيألي اتعضيت على فكره احنا كل الاكسبشنز وكل الحاجات اللي ممكن تتوقعوها او ما تتوقعهاش في الاسئله بتجيلنا ان حد يتصل بيا واحده بتقول لي انا اكتشفت ان ممكن اكون من اسبوع جرعة بنت قلت لها طب ازاي حضرتك اكتشفتي قالت لي لقيت في رجلي كرابيش كده انا هوريها لك لما وريتها لي في الصوره لقيت حوالي 6 أو 7 بوينتس كده في اماكن مختلفه بس عندها دايابيتك كربوش ولا عضه ده كان الفار كان منفرد برجل حضرتك والمدة اسبوع وبقالك اسبوع وجايه تكتشفيها النهارده فاحنا كل الاكسبشنز اللي ممكن تمر على حضراتكم لو مره واحده احنا ممكن تمر علينا كتير قوي الكلام النهائي في الريبس فاكسين حضرتك والله بقولها في المحاضرات بقول لو انا ماشي في الشارع ولقيت اتنين بيتكلموا بيقول له الكلب وعض ما اعرفش ايه انا اقول له طعمه وهسيبه وامشي بدون ما اعرف القصه فيها ايه أنا... عشان الفاكسين سيف وفي نفس الوقت المرض فيت عايز اضيف حاجه على الحته دي ان انا يا محمدي الفاكسين بيشتغل بعد قد ايه زيه زي اي فاكسين بيحتاج من 10 ل 14 يوم عشان بس لو في الوش محتاج اميونوجلوبولين هذا النك طب احنا الفاكسين ده الريكومنديشن الاولى الفاكسين نيجي بعد كده للكاتيجورايزيشن بتاعه السيفيريتي صلوا على النبي عشان نخلص الكاتيجورايزيشن بتاعه السيفيريتي بتاعه الانيمال بايت بقى اكوردنج ليها نقدر نقول ان هو محتاج الفاكسين اونلي ولا محتاج الفاكسين والانتي ريبس امينوجلوبولينز وفي نفس الوقت برضو القصه بتاعه القطه اللي هي متطعمه وخربشت او عضت والله ال WHO في الحته دي بالذات قالت مع الريبس مش هعتمد على ان الانيمال اميون لا انا هدي برضو الفاكسين يعني عشان ابقى في السيف سايد لان هو ببساطه انا لو ريكومند ان هو ياخد الفاكسين وما كانش انديكيتد والله اعتذر له ان انت تشكشكت والكلام ده كله انما اون ذا اذر هاند لو انا قلت له لا ده انت مش محتاج وحصل حاجه انا مش هلحق اعتذر طبعا الحاجه الثانيه بقى شكرا دكتور مصطفى الدكتوره منى اللي هبش الدكتور نبيل بتسال لو الكلب مطعم لها قيمه لا ما لهاش قيمه تمام حتى لو كلب مطعم كنا زمان بنقول احفظ الكلب ولو ما ماتش مش لا الوقت الكلب مطعم الكلب مش مطعم تبتدي ريبس فاكسين تمام خربوش عضة هنعملها المره الجايه البري اكسبوجر بروفيلاكسس هنعمل محاضره ان شاء الله عليها قول يا مصطفى احسن فاضل 4 دقائق لا دقيقه واحده هو في كيسز يا بي ريكورد ان الناس خدت في كهف الريبز من في كميه باتس كتيره بالملايين خدوه عن طريق الانهيليشن والحاجه الثانيه في كانوا 2 ماشيين اصحاب
واحد عضه كلب والتاني ساعده ونضف له الجرح، اللي خد الفاكسين اللي هو تعض حضرتك سيفت، والتاني دايد من ريبز. مجرد انه الجرح ودخل الزرع عن طريق، يعني لازم اللي بيتعامل مع جرح ريبز ياخد باله عشان ما يلقطش منه. تمام، يلا محمد. طيب سؤال اتفضل يا غندو. ساعات ناس بتبقى اخدت الجرعه زيرو وتلاته وتيجي على جرعه سبعه مثلا يبقى سخن وعنده اكيوت إلنس وعيان وبيكح، ده يتعمل فيه ايه؟ يعني مع الريبس عشان طيب ما هو البريجننت نديها ريبس ولا ما نديهاش؟ نديها. بريست فيدنج نديها ريبس ولا ما نديهاش؟ اصل هي عمليه موازنه ما بين البنفيت بتاعتي الفاكسين والهازردز اللي ممكن تحصل لو انا ما عملتش فاكسينيشن. فهو بعيدا عن كل الفاكسينز اللي احنا بنبوستبون الفاكسينيشن في حاله الاكيوت إلنس، مع الريبس انا هقول لا هنديله برضه. بيتر ايه بقى عشان نلحق عشان الوقت ما ياخدناش، ايه الحاجه اللي انت شايف ان هي بتبقى اكبر مشكله مثلا بالنسبه لحد عايز يبدا؟ دكتور خليل عامل دوشه. دكتور خليل اتفضل. عامل دوشه. ايه اكتر حاجه بتشوفها حاسس ان هي مشكله كبيره بتخلي لو واحد بيبدا حياته في الاول عايز يبقى عنده فاكسينز بتشكل له مشكله انه يبدا الحاجه زي ايه؟ الكولد تشين حاجة مهمة قوي، فقصة التخزين وقصة يعني واحد عايز يبتدي في الأول العيادة يخزن إزاي، ممكن قصة التلاجة وأنه يحفظها والكلام ده كله ممكن تبقى فيها مشكلة شوية. لو هو عنده مشكلة في القصة دي ممكن يستعين بحاجات قريبة منه، لو في أقرب مكان فيه يقدر يخزن فيه الباكسينيشن فده ممكن يبقى حاجة لطيفة لغاية لما يبقى عنده الفلو كامل إن هو يقدر يبقى عنده باكسينيشن ديلي بتطلع من عنده ويبتدي يجيب بقى ريفريجريتور مظبوط بالتمبريتشر بالحاجات دي كلها زي الصيدليات زي حاجات لو في على حسب الاريا بتاعته على حسب اللي ممكن يبعت له ديلي الحاجة اللي هو عايزها. يعني طب في معلومة مهمة في ناس كتير مش عارفاها، يعني لما الواحد ما يبقاش عنده تلاجة فيها الانديكيتورز وفيها الحاجات دي وعايز فاكسينيت ومشكلته كلها في الستورج، هل انتوا عارفين ان في صيدليات في مصر زي العزبي فيها مثلا الهكساكسين فيها المناكترا موجودة جواها؟ يعني كان لسه انا بتكلم مع سانوفي دلوقتي بقول لهم فهم قالوا ان هم هيوفروا ده في الصيدليات، فممكن الدكاترة لما يجوا يقول لهم يوفروا في الصيدليات اللي جنبكم، الصيدلية هيبقى عنده الستورج الصح الطريقة الكويسة اللي تقدر تقول بيها. وكان في لنا أساتذة كتير جدا احنا اول لما ابتدينا كان يقول له انزل هات التطعيم من الايه من الصيدلية وتعالى ايه ادهولك، فده برضو ممكن يحل مشكلة الايه الستورج، هو بيبقى عنده المكان المخصص اللي يحط فيه الايه الفاكسين. اتفضل يا دكتور امان. وبعدين يوصلوا للبيت، هيوصلوا ازاي؟ هيلفوه له في قلب تلك. لا هو بص حضرتك لو بياخد الفاكسين ايش على الفاكسين، لكن انت لو في علبه كرتون ممكن يتحط بس والبلو ايس والتلاجه ما هو الدكتور اللي متعود هيبقى عنده تلاجه اللي هي الكولد بروف. لا الصيدليه عارفه، هقول لحضرتك على هتبقى عارفه الادويه طبعا. الادويه اللي بيطلعوها بتبقى من الثلاجه وبيروحوا ياخدوها. انا بنطاقه في الكيس فوله بتحافظ على درجه الحراره. عايز اقول لحضرتك ان الهكساكسين بره الثلاجه ستابيليتي بتاعته اكتر من يوم كامل ابهار 40، يعني اتس فيري ستيبل. فممكن فكره ان يبقى في ثلاجه موجوده في الصيدليه دي تحل المشكله دي. تالي كده احنا التزمنا بالوقت كده 100 100. ناخد صوره جماعيه، الصوره دي هتطلع في